موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كلمة من كلمات السلف من كتاب هكذا تحدث السلف، وكلمة اليوم عنوانها لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا. لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا، كلمة قالها أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حين طعنه المجوسي أبو لؤلؤة وأحس بدنو أجله. قال وهو في نزع الموت وهم يكلمونه عن مسألة الاستخلاف، قال لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته على المسلمين. سبحان الله، وهي كلمة يعني تبلغ مداها في الحقيقة في بيان تقدير الإسلام لجوهر الإنسان وإسقاط الموازين الجاهلية في النظر إلى البشر. فهذا المولى سالم رضي الله عنه ارتقى في الإسلام إلى الدرجة التي صلح فيها لأن يتولى تدبير أمور المسلمين، وذلك لأنه استكمل شرائط التفضيل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لقد ارتقى بذلك إلى هذه الدرجة. فسالم هذا رضي الله عنه حين هاجر المسلمون إلى المدينة كان سالم رضي الله عنه مولى أبي حذيفة يؤم عمر بن الخطاب وجماعة المهاجرين الأولين، كان هو اللي بيأمهم رضي الله عنه وهو مولى، وذلك قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لأنه كان أكثرهم قرآنا، أي أكثرهم حفظا للوحي وإجادة لتلاوة القرآن، فتقدم عليهم بهذا الفضل ولم يؤخره أنه كان مولى لأبي حذيفة. وقد جاء في مناقب سالم هذا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه إن سالما شديد الحب لله عز وجل، وفي رواية أخرى إنه يحب الله تعالى حقا من قلبه، وهذا ما قرره الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تذكر سالما وكفاءته وأمانته وهو يودع الحياة، وتمنى أن لو كان حيا فيحمله أمانة الخلافة على الأمة. سبحان الله العظيم. وبين عمر رضي الله عنه الأسباب الموضوعية لتلك الأمنية، إذ قال لو استخلفت سالما مولى أبي حذيفة فسألني عنه ربي ما حملك على ذلك، يعني تحط سالم المولى على المسلمين، لقلت ربي إني سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يقول إنه يحب الله تعالى حقا من قلبه. فما أصدقه من جواب عن هذا السؤال الخطير. ولذلك نسوق هذه الكلمات للمفتونين الذين يجادلون بالباطل ويشوهون تاريخ الإسلام ويزعمون أن المنهج الغربي العلمانية وغيره في الحكم أهدى من منهج الإسلام. إن الدولة الإسلامية لم تعرف التفرقة العنصرية الظالمة التي يمارسها العالم المعاصر الذي يسمي نفسه متحضرا تجاه الأجناس والألوان الأخرى، بل كانت تنظر يعني الدولة الإسلامية إلى البشر بمقياس واحد يقوم على عناصر ثابتة في الحقيقة الإنسانية، ليس من بينها النسب ولا الجنس ولا اللون، إنما هذا المقياس هو إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك هذا المقياس هو الذي جعل عمر يقول
لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته على المسلمين. فرحم الله سلفنا وجمعنا وإياكم معهم في جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين.